ابو ركان. والله يا ابو سعود، بالنسبه لي في قلق بسيط من ناحيه في حوالي 10 اظفار اول مره يخشوا، واول مره يخش المنتخب الاول تقريبا. المشكله انه الفتره حقت الانسجام حقتهم خشوا يوم الاحد الماضي، يعني كلها 4 ايام ومباراه رسميه مع باكستان. نعم، امكانيات باكستان قد ما توازي، لكن طريقة التغيير الشامل هذه أو تقريبا ثلث الفريق تغير وفي فترة بسيطة. أنت كان عندك مرحلتين معسكر في فديز كانت وفيها معسكرات، العشرة دول ما دخلوا. لو كان الواحد عنده استراتيجية بالأسماء هذه من الأساس ويكونها كمنتخب يقدر يكون فيه انسجام يعني فترة أطول. هذا القلق البسيط انه الفتره 4 ايام وفي 10 انفار جدد وصغار قليلين خبره، هذا السبب القلق البسيط. بس انا متوقع انه يعني ان شاء الله حنتجاوز المرحله هذه، بس القلق خفيف من الناحيه هذه فقط.